اليمن قال خلوني على بعضي يا أيها الفاسدين القادها التجار، في ظلكم لا أحمد بختي ولا حظي، ما ليله إلا وانا في حالة استنفار، سنين لا فادكم شعري ولا وعظي، ولا استحيت وقلت يكفي استهتار، وأنتم أنتم رجال الحاضر الماضي، وأنتم بقايا الإمامة وأنتم الثوار. قصيدة كلمات الشاعر الكبير الأستاذ أحمد أبو خليفة الحودي، وهذه القصيدة تعبر عن متغيرات وحوادث الوطن بما فيها قضية العرضي. حياتنا الأخ أحمد عبد الكريم القاضي والأستاذ خليفة أحمد أبو خليفة الحودي. التجار شعب اليمن قال خلوني على بعضي يا أيها الفاسدين القادم التجار، في ظلكم لا حمد باختي ولا حظي، ما ليله إلا وانا في حالة استنفار، سنين لا فادكم شعري ولا وعظي، ولا استحيت وقلت يكفي استهتار. وأنتم أنتم رجال الحضر الماضي، وأنتم بقايا الإمامة وأنتم الثوار، واليوم تتحاوروا فيني على الفاضي، مثل الذي ساق ثوره لا يد الجزار، واليوم تتحاوروا فيني على الفاضي، مثل الذي ساق ثوره لا يد الجزار، وابن عمر بينكم ساعة يباع قاضي، وايام تبعوث وحيوه لن فالك دوار. وايام مبعوث واحيانا فلك دوار، يخذ له عقلي بلا شوفنا الخبر مرضي، سعايته عندما نقسم وهو يختار، من باح دمي سواكم وانتهك عرضي، والقاني ابتلب ضياره بدون ضيار، في كل مسجد قضى خوفي على فرضي، ولا دريت اين الاقي امن واستقرار.
ليتين الاقي امن واستقرار. انا يماني وفي هذا الوطن ارضي قد سلخت وثلثها للوصي والجار. انا يماني وفي هذا الوطن ارضي قد سلخت وثلثها للوصي والجار. حتى القروبات قد مليت من قرضي ومن تعاون رموز ستها الأقدار. رفضت وانا بذلك متخذ رفضي رفض الحروب الصليبية والاستعمار. رفضت وانا بذلك متخذ رفضي رفض الحروب الصليبيه والاستعمار. عفيت سامحت وخلاقي كظم غيظي ولم ارى بعده الا المخزيه والعار. ما عاد بقول يا عين الصفي غضي ولا اقبل الذل وانا وعن رجال احرار. خلقني الله والقادر على حفظي من يوم شبيت لا ما يكمل المشوار. خلقني الله والقادر على حفظي من يوم شبيت لاما ويكمل المشوار. من حقي اعرف قضايا مثل ما العرضي ومن وراها ولا عاد شي هناك اسرار. ولكن الوضع لا يسمح ولا يفضي إلا إلى ما هو اخضر بي من الأخطار. دعوا الخلافات وطووا صفحة الماضي ومخرجات الحوار الفد لا تنهار. وترفعوا واستعيدوا عصري الفضي يكفي تماترس ورا الأوهام والأعذار. وترفعوا واستعيدوا عصري الفضي يكفي تماترس ورا الأوهام والأعذار. مع الأقاليم يفرد اللجان مضي في ظل وحده وتجمع على رؤى وافكار. أخير من أن يظل الوضع متشظي ومن إبادة رجال الحرب والإعمار. هذا الذي ينبغي يا دفعة الروضي ولا فأنتم تحاورتوا على الدولار.